العدوى البكتيريه والعدوى الفيروسيه وازاي نقدر نفرق بينهم؟ يا ترى في اختلاف بينهم اصلا ولا لا؟ طبعا احنا عندنا مجموعه من الميكروبات موجوده حوالينا اشهرها الفيروسات والبكتيريا. الفيروسات دي اللي هي بنسميها الكائنات الدقيقه، الفيروسات دي طبعا سريعه الانتشار وفي منها سلالات كثيره. طبعا اشهرها اللي خد شهره كثيره في السنتين اللي فاتوا فيروس الكورونا. هو على فكره موجود من زمان وله سلالات كثيره يعني، وكان احد اسباب ادوار البرد المعروفه في الشتاء قبل ما يتحور ويبقى اسمه كوفيد 19 سنه 2019. لكن هو الكورونا موجود من زمان. في مجموعه اخرى بقى من الفيروسات، في مثلا فيروس الانفلونزا، واحنا مشهور جدا عندنا فيروس الانفلونزا ده على مدار الاعمار والسنين بيتحور، نسمع انفلونزا صينيه وانفلونزا اسبانيه. هو ايه الاسامي دي؟ ده اسامي بتبقى مرجعيه للبانديميك او الوباء اللي حصل من هذا الفيروس في وقت معين في مكان، بدا في مكان معين فيسموه كده. وكان بينتشر في العالم كله بيموت ملايين وبعدين تختفي خلاص وينتهي الموضوع ويرجع الفيروس ده يغير في شكله وفي نفسه ويتحور جينيا عشان الجهاز المناعي يفقد التعرف عليه وبالتالي يقدر يصيب الإنسان. هي غريزة حضرتها ربنا سبحانه وتعالى في الكائنات كلها، حب البقاء. أيوة. فأنت كونتني أجسام مضادة، أنا هتحور وهعمل فيروس جديد ما تتعرفش عليه، فيبدأ يحصل بانديميك تاني أو وباء تاني وهكذا. ظهر لنا مؤخرا في آخر 20 سنة يمكن سمعنا عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، ودول كلاسز من أو سلالات تحورات من إنفلونزا اللي احنا عارفينها. تمام. وبعدين ظهر بقى الكوفيد، كان في سارس لو حضراتكم يعني نفتكر السارس ده من 10-12 سنة، وبعدين مارس اللي هو ظهر في الجزيرة العربية بعدها ب5-6 سنين، وبعدين الكوفيد. دي تحورات في الكورونا. الكورونا نفسها في خلال السنتين دول ألفا بيتا وبعدين دلتا وبعدين ظهرت الأوميكرون. تمام. طبعا في الفترات اللي كانت الانفلونزا فيها منتشره من مثلا عقود، كان العلم لسه ما وصلش لتكنولوجي حديثه تصنع امصال او تصنع ادويه تحارب الفيروس بسرعه. احنا هاجمنا الفيروس كعالم كلنا خلال السنتين اللي فاتوا دول، فالفيروس تحور بسرعه. يعني مش طبيعي ان الفيروس يتحور خلال اشهر ويغير شكله بهذه الصوره. فطبعا مفيش شك ان وجود وظهور انواع مختلفه من التطعيمات ساهم بشكل كبير جدا في ان الفيروس يضعف ويتحور. هو بيتحور للاضعف الحمد لله، يعني هو بيحاول يتحور علشان يبقى له قدره اكثر على العدوى، ونجح في هذا، لكنه فقد قدرته على انه يسبب المتلازمه العنيفه اللي كانت بتؤدي الى الوفاه والمضاعفات اللي احنا شايفينها. فبقى ينتشر بسرعه جدا ويسبب انتشار سريع لكن في حدود اعراض بسيطه جدا. دي مجموعه الفيروسات اللي منها الكورونا واللي منها المخلاوي الجديد ده واللي منها الانفلونزا A و B واللي منها انواع اخرى. المخلاوي ده برضو من زمان يا دكتور، مش حاجه حديثه. لا يعني لا من زمان موجود من زمان ومشهور جدا وبيصيب الاطفال بالذات الرضع ويصيب كبار السن والناس اللي عندها امراض مزمنه. تمام. وخطورته في ان هو لما بينزل الرئه، هو طبعا كل دي الفيروسات بتصيب دايما الجهاز التنفسي العلوي. بعض الفيروسات يقدر يستطيع ان هو يتغلب على الجهاز المناعي للجسم وينزل تحت في الرئه فيسبب التهاب رئوي فيروسي. الالتهاب الرئوي الفيروسي ده بقى بيبقى خطر جدا. تمام. اللي هو احنا بنسميه الربو ولا لا؟ لا 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 لا، الربو دي الحساسيه، مريض حساسيه. بالظبط، مريض حساسيه. التهاب الرئوي الفيروسي ده اللي احنا كنا بنشوفه كتير قوي مع الكورونا، ونلاقي باتشات في الرئه، لطش في الرئه بالزبط. في الرئتين، وانتشر ترم كده يقول لك ايه الاجسام الزجاجيه اللي هي الجراوند جلاس، ده الوصف بتاعه، لانه بيخش جوه خلايا الرئه ويبتدي يعمل التهابات، يبدا الجهاز المناعي بيهاجمه بعنف شديد، يحصل معركه في هذا المكان. اي معركه بتحصل في الدنيا لازم البيوت تتكسر وتتهدم، فيبدا انسجه الرئه الطبيعيه تتهدم وتتكسر، يبدا يحصل فشل في التنفس نتيجه ان الجسم بيتفاعل مع هذا الميكروب بصوره عنيفه لانه هو ميكروب عنيف وسريع التكسر. فبيضحك على الجسم. تمام. زي ما حضرتك يكون عندك حرامي ضعيف وانت عماله توجهي عليه دبابات وصواريخ وطيارات، فبيحصل دامج، بيحصل تلف في نسيج الرئه، وده اللي كنا بنشوفه الحقيقه من الكورونا نتيجه الحرب دي. وده الحقيقه قدره هذا الفيروس على انه يخش جوه الرئه وينتشر بسرعه الحقيقه حيرتنا وسببت لنا
معدلات وفاة ومعدلات إصابات كثيرة. بالزبط. وكان الرعب من الحتة دي. كل الفيروسات لها قدرة على هذا، ولكنها ضعيفة أنها تخترق الجهاز المناعي للرئة وتوصل لحد تحت. لكن الكورونا كانت بتوصل بنسبة 5-10%، وده اللي كان بيعمل لنا المشاكل، الخوف والقلق، اللي هو عشان خاطر ان هو فعلا طبعًا بيوصل بشكل سريع جدا. وبيعمل زي ما حضرتك قلت البطش او الاجسام الزجاجيه اللي كانت فعلا بتسبب مشاكل كبيره. ده التهاب الرئوي الفيروس. بالظبط. تمام. وده بيختلف عن التهاب الرئوي البكتيري. يعني احنا كده دلوقتي مجموعه الفيروسات. مجموعه الفيروسات دي عشان برضو نبقى عارفين، دي ما بيموتهاش المضاد الحيوي، عشان نبقى متفقين، عشان صراحة كده يا دكتور ياسر يجري ياخد مضاد حيوي. لان احنا عندنا مشكلة جامدة جدا، يعني هقولها لحضرتك بعد شوية في قصة المضادات الحيوية. ده لازم. العدوى البكتيرية بقى تختلف عن العدوى الفيروسية. العدوى البكتيرية صعب انها تيجي في الاول، يعني هي دايما بتيجي عقب العدوى الفيروسية، لان نتيجة انشغال الجهاز المناعي للجسم انه يحارب الفيروس بيحصل نوع من الضعف في الجسم، وبيحصل نوع احيانا من الضعف في الرئه، في الجهاز المناعي بتاع الرئه، فتبتدي البكتيريا الانتهازيه اللي هي موجوده عندنا بصوره سلميه عايشه في منطقه الحلق عندنا حوالي 20 نوع او 20 سلاله، ينزل منها واحد او اثنين جوه الرئه ويتحول الى وحش كاسر، يبتدي بقى يعمل نفسه ما هو نزل قدر يتغلب. أيوة. لان المفروض ان الرئه عندنا ستيرايل، يعني معقمه ما فيهاش بكتيريا، فبينزل يسكن في فص من فصوص الرئه ويعمل التهاب الرئوي الكلاسيكي. ومعظم هذه الميكروبات المكوره اللي احنا سمعنا عنها بالظبط، والمصلات اللي بيبقى ليها وليها مصلات طبعا بتاعتها المكورات. فده التهاب الرئوي بقى. التهاب الرئوي ده بكتيريا ده يتعالج بمضاد حيوي. ازاي نفرق البكتيريا بالفيروس؟ المفروض دي شغله الدكتور مش شغله المريض. ولا الصيدلي. معلش مع احترامي للجميع. فطبعا يعني لكن احنا ممكن نقول بعض العلامات اللي تساعد الناس انها تعرف دي بكتيريا ولا فيروس، عشان ما يجروش على استعمال الانتيبيوتكس او المضادات الحيويه الحقيقه. وده شغلنا الشاغل في الفتره الاخيره في نشر الوعي بين الناس علشان ما يجروش على المضادات الحيويه، ونشر الوعي بين صغار الاطباء اللي هم برضو احيانا بيبقاش عندهم درايه كافيه، فيبدا طبعا يدي انتيبيوتكس او مضادات حيويه عنيفه وقويه وهو فيروس. هو فيروس مش بكتيريا. المشكله بقى ان حضرتك لما بتدي مضاد حيوي بالذات قوي في عدوى فيروسيه، ده بيطول فتره الريكفري او فتره الشفاء، لانك اولا بتعمل حمل شديد على الجسم، دي مواد كيماويه بتخش جوه جسمك. ثانيا هذه المواد لو في بكتيريا اللي انا وصفتها، اللي هي البكتيريا اللي بتبقى عايشه عيشه سلميه، انت بتقتلها، فبتحرم الجسم من جهاز مناعي. بالظبط. تمام. الحاجه الثالثه ان حضرتك بتقتل الضعيف، والقوي هو اللي بيفضل، فلما بيقدر يخترق الجهاز المناعي وينزل جوه الرئه بيبقى ما فيش مضاد حيوي سهل يشتغل عليه بعد كده. تمام. وبنلاحظ كمان ان يعني اختيار المضادات الحيويه، الناس بتستعمل مضادات حيويه عنيفه جدا، يعني قويه جدا في علاج دور بسيط، فيجي بعد كده تقلب بقى بكتيريا بجد، الاقيه واخد المضاد الحيوي اللي انا كنت عايز ادهوله اللي بيشتغل، فيضطر بعد كده بقى ادخله مستشفى عشان اديله مضاد حيوي عن طريق الوريد. لان هو الاوريدي القوي خده، انا عايز اديله اقوى، ما مش هديله حاجه اضعف من اللي هو خدها. لان الجسم اتعود عليها. فاذا منظومه المضادات الحيويه دي لو سمحتوا يعني رساله بنوجهها من هنا من البرنامج، حاجه مهمه جدا. احيانا العدوى الفيروسيه بتسبب حراره ممكن توصل لحد 5 ايام 6 ايام، ما دام ما فيش علامات ان في بكتيريا، تمام، ما فيش داعي لاستعمال المضاد الحيوي. حضرتك قلت لنا ازاي نقدر نفرق بين العدوى الفيروسيه والبكتيريه، وقلت ان في برضو تفريق بسيط عشان برضو قبل ما نتوجه للطبيب، عشان ما ناخدش مثلا مضاد حيوي ونكون ان احنا اوريدي اخذنا المضاد الحيوي، فنقدر نفرقه ازاي؟ بص حضرتك، معظم الادوار الفيروسيه اولا ما فيش دور في الدنيا، يعني 99% دور يبدا بكتيريا صعب جدا. يعني احنا في مرحله اعراض البرد العاديه اللي هي شويه رشح، شويه عطس، شويه افرازات في الانف، احتقان في الحلق، دي في الغالب فيروس بنسبه مش عايز اقول 100% 99.9%، وهنا ما فيش كحه خالص. تمام. وبالتالي انا بقى ما اجريش حتى لو انا سخن واخد مضاد حيوي هنا. طيب ابتدى الدور يطول عن 2 او 3 والحراره بتعلى وبدات الافرازات تزيد وتاخد لون الصديد. ما دام اللون بدا يبقى لون صديدي اللي هو اللون الاخضر والاصفر الغامق واحيانا يبقى مدمم، ممكن هنا نتوقع ان يبقى فيه بكتيريا.
مع الأخذ في الاعتبار أن البكتيريا موجودة، احنا اتفقنا أنها موجودة سلمية، فأحيانا في وجود الاحتقان اللي بيعمله الفيروس بتبدأ تتكاثر زيادة شوية وتنشط. فنعرف دي إزاي؟ نلاقي العيان الصبح لما بيصحى بيبقى البلغم ملون، بعد يوم بعد ساعة ساعتين ابتدى يبيض تاني ويبقى لونه اللي بنسميه الميوكويد أو اللون الطبيعي الكلير بتاع الإفرازات العادية، يبقى ده مش بكتيريا برضو. تمام؟ أنا عشان أقول في عدوى بكتيرية لازم الإفرازات تبقى لون الصديد طول اليوم. طب دكتور ياسر خلينا نقف على الحتة دي عشان الحتة دي مهمة جدا وعايزين نتكلم عنها بشكل تفصيلي عشان دي تهم المشاهد. بس ناخد اتصال تليفون أستاذة هدى. ألو أستاذة هدى. ألو اتفضلي سؤالك للدكتور ياسر. اتفضلي يا أستاذة هدى سامعينك. أستاذة هدى هو أنت بتسمعيني على التليفون ولا التلفزيون؟ الو طب ممكن تقفلي التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا استاذه هدى استاذنك. طب حاولي ان انت تتصلي بينا عشان شكل في مشكله في الاتصال يا استاذه هدى. شكرا لاتصالك. دكتور احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن الافرازات وبنتكلم على لونها، لو هي ابتدى ان هو صاحي من النوم الصبح كان لونها غامق او مخدر او فيها حاجات دمويه، بعد كده بقيه اليوم بقى الافرازات عاديه ولونها شفاف، دي معناه ان مفيش خطوره او صحيح. البكتيريا ما نشطتش او اتاثرت بالفيروس او في عدوى بكتيريه حصلت بالزبط. بعد العدوى الفيروسيه. تمام. فنكمل بقى وبعدين نكمل بقى. طب ايه علاج؟ يعني انا دلوقتي عندي اعراض برد وعندي دور برد وعندي دور التهاب في الحلق وصوتي متغير وبكح وسخن. معظم يعني احنا لو بصينا الناس بتتعالج ازاي بره بلادنا اللي هي يعني اقدر انا اروح اشتري انتيبيوتيك، ما حدش بره يقدر يعمل كده خالص. او يروح للصيدلي يقول له انا عايز مضاد حيوي، ما فيش الكلام ده خالص. وبتلاقي حضرتك المنظمات الطبيه كلها في الخارج بتنزل نشرات على كل الميديا، فيسبوك وكده، وليهم سايتس على موجوده على الميديا، يقدر العيان يخشها ويعرف يعمل ايه لما يبقى عنده الاعراض دي ويتصل بمين لما يبقى فيه مشكله، وايه علامات الانذاريه او التحذيريه. احنا بنقول للعيان تستريح، الراحه مهمه جدا عشان تدي فرصه للجهاز المناعي بتاعك انه يبتدي يشتغل. حاجه تانية السوائل، الماء هو روح الجهاز المناعي عشان ما ننساش الحكايه دي. الحراره بتفقد كل درجه حراره بيتبخر معاها من الجسم نص لتر ميه، فلو حرارتي 39 يعني ده كده درجتين، يبقى انا هبخر لتر ميه وفي نص لتر بيطلع مع التنفس خلال 24 ساعة، يبقى انا عندي لتر ونص راحوا عرق او كده، غير اللي انا مفروض اشربه عشان يبقى انا محتاج من 2 ل 3 لتر على الاقل. الميه الكتير مهم جدا في صوره سوائل بقى، اي سوائل، لو زهق من سوائل يشرب ميه. الحاجه الثالثه ياخد اي مخفض بسيط للحراره زي مجموعه الباراسيتامول، واي حاجه للاعراض يعني في شويه احتقان ممكن ناخد اقراص حساسيه، في كحه ناخد دواء كحه، مع الاخذ في الاعتبار ان في بعض الاعراض الجانبيه الاقراص الحساسيه والحاجات دي مع مرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط العين، اللي عندهم بروستاتا، اللي عندهم كده. عشان كده لازم يبقى التوجيه من خلال طبيب او من خلال حد عنده درايه بهذا الامر عشان يبقى عارف التشخيص الكلي وعارف ان هو ايه الادويه اللي ممكن تتفاعل مع بعضها اساسا. فندم عندنا جريمه بتحصل تمام اسمها مجموعه الانفلونزا اللي تطورت من كيس فيه 3 حبات ل3 حقن. انا اقول لحضرتك الثلاث حقن دول ايه؟ بينزل المريض ياخدهم يقول لك انا بقيت زي الفل بالظبط. فيهم حقنه مسكن من مجموعه المسكنات اللي هي ممكن تسبب فشل كلوي حاد تمام، وفي منهم انتي بايوتيك قوي جدا تمام. وطبعا عشان احنا نبدا انتي بايوتيك لازم ناخد الكورس كامل، والا كده احنا بنربي بكتيريا عندنا، وكورتيزون عشان ننزل الحراره بسرعه. لو هذا المريض عنده طبعا الصيدلي ما بيسالوش عندك سكر، عندك ضغط، عندك كوليسترول، عندك قلب، عندك كلى، ما بيسالوش. فنتخيل ان في من 5-10% من المرضى عندهم مشاكل صحيه زي دي، يبقى دول اكيد هيضروا ضرر شديد من هذه المجموعه تمام. كورتيزون يرفع السكر، يعمل مشاكل جامده جدا، المضاد الحيوي ملوش اي دور هنا، المسكن اللي بيتحط كحقنه هنا برضو ممكن يسبب مشاكل للكلى وللمعده. فاذا انا ما ينفعش اروح اعمل حاجه زي كده خالص تمام. انا ودي ادت بحياه ناس اشخاص فعلا واطفال كمان ما لهمش اي ذنب. طبعا تاخد مضاد حيوي من غير ما تعمل اختبار حساسيه. بالظبط اختبار حساسيه يا دكتور. بس ناخد اتصال تليفون استاذ حسين. الو وعليكم. وعليكم السلام استاذ حسين. ايوه استاذ اتفضل. اتفضل دكتور ياسر مع حضرتك. السلام
السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا استاذ حسين. يا دكتور الله يبارك لك، انا عندي 50 سنه. اهلا. وعندي حساسيه بجالي بالظبط، بجالي بالظبط كده 20 سنه كده، فانا ماشي على بخاخه الله يبارك لك، مش عايز اقول طبعا انت عارفك ما بقولش اسمع. فطبعا بيجي لي برد كتير في الشتاء كده، فيعني مش عارف اعمل ايه يا دكتور، ما بستخدمش البخاخه دي غير بالليل. وقبل كده كنت ماشي على حقنه منحدره الحقول كده شويه، وبعد كده قالوا لي ده خطر على الكلى وبتاع. ففي دكتور زي حضرتك كده ماشي على بخاخه ماشي عليها على طول، فمش عارف لو تسمحلي اقول لك عليها ولا لا. هو ما ينفعش تقول اسامي بخاخات ولا اي اسامي. ماشي معلش يا استاذ حسين. ماشي يا استاذ، ماشي على بخاخه يا دكتور الله يبارك لك. تمام. بستخدمها بالليل بس، بس طبعا هي طبعا انت حضرتك عليك سامح انا عندي برد وتعبان يعني، فماشي على الجهاز التنفسي وحس الحرجان جامد في صدري كده، جامد جامد جدا جدا وبيروح يعني بيقعد مثلا بربع ساعه ثلث ساعه ما بيجيش مستحمى يعني. حرقان جامد جدا يا دكتور. حرقان ده مصحوب الحرقان ده مصحوب بضيق نفس ولا ما فيش معاه ضيق نفس؟ لا لا ما فيش معاه ضيق نفس، بس بيدعمك بيبقى زي ما يكون واحد حاطط في صدري نار. وما بيبقاش فيه حموضه؟ ما عندكش حموضه او ارتجاع بعد الاكل؟ لا لا ما في، ما بيرجعش ولا حاجه يا دكتور، ولا في ارتجاع ولا حموضه، مش عارف بقى يا دكتور مهيل يعني. بس الخفه مش بستخدمه من الليل للليل، وبياخد اي مضادات للحساسيه خالص غير البخار. تمام. عندك اي سؤال ليه؟ عندك اي سؤال ليه؟ لا لا اتفضل يا استاذ حسين. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا والف سلامه لحضرتك يا استاذ حسين، وشكرا لاتصالك. عايزين نجاوب عليه يا دكتور. طبعا استاذ حسين واضح ان هو مريض رب. او حساسيه شعب هوائيه يعني، عشان الناس ما بتحبش كلمه رب دي. ايوه. وطبعا هو راح لطبيب والطبيب شخصه، وطبعا هو الحقنه اللي بيقول عليها دي هي حقنه كورتيزون. وده منتشر جدا في الاقاليم وفي الناس اللي هي يعني ما فيش رعايه صحيه كافيه، ان مره بيجيب ازمه بياخد حقنه كورتيزون يروح ياخدها كل اسبوعين ثلاثه ويقول لك دي مخلياني زي الفل، ودي طبعا مشكله كبيره جدا وكارثه. كارثه. فطبعا لما راح لدكتور وشخصه ومشيه على بخاخ، حصل الغلطه الشائعه بالنسبه لمرضى الرب، وهي ان يخلي البخاخه عند اللزوم او بالليل بس، عشان انا بتعب بالليل بس. البخاخات انواع، في نوع بيشغل 24 ساعه، في نوع بيشغل 12 ساعه، في نوع بيشغل 8 ساعات. فحسب النوع ده لازم التزم بالدكتور بيقوله لي. ما ينفعش احس ان انا بقيت كويس او ما انا مقلل من نفسي، لان لسه عنده اعراض. هي اعراض بسيطه وما فيش ازمات، بس دي بنسميها نار تحت الرماد، يعني ستيل في اعراض او ما زال في اعراض، يبقى في تفاعل تحسسي موجود في جدار الشعب مش تحت السيطره. يبقى انا لازم التزم بعدد مرات البخاخ اللي بيقول عليها الدكتور. طب انا باخد البخاخه بانتظام وبرده حاسس بالحرقان والاعراض اللي موجوده، ارجع تاني للدكتور؟ لان ممكن نزود دواء تاني مع البخاخه، ما هو في ادويه كثيره لعلاج الرب. الحاجه التانيه بقى، ودي حاجه مهمه جدا، هو بيقول انا بأصاب بادوار برد كتيره في الشتاء. هنا بقى يجي دور الوقايه. ازاي نعمل وقايه؟ طبعا الوقايه دي المفروض تبقى موجوده لكل الناس او لمعظم الناس في فصل الشتاء، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا بنركز على بعض الحالات زي كبار السن. وكبار السن انا مقصود بيهم اللي فوق الستين او حتى دلوقتي بقى الخمسة وستين. والحاجة التانية الأطفال، بالذات أطفال اللي بيروحوا مدارس وبيتعرضوا كثيرا. الحاجة التالتة أصحاب الأمراض المزمنة زي الرب، زي السدة الرئوية المزمنة، زي التليف الرئوي المزمن، زي المرضى اللي هم بتوع الكلى والكبد والسكر. هنحميهم إزاي؟ أولا عندنا حمايتين، احنا قلنا عندنا فيروسات وبكتيريا، دي أكتر حاجة خطيرة بالنسبة للرئة. عندنا مصل ضد الفيروسات، تمام، اللي هو مصل الإنفلونزا الموسمية، المفروض الناس كلها تاخده، او بالذات الناس اللي عندها نسبة حساسيه خطورة. او اللي عندها بالزبط. مشاكل زي استاذ حسين بالظبط، لازم ياخد. اللي هو تشخيصه ان هو مرض مزمن وعنده حساسيه بالظبط كده. هل هذا المصل بيشتغل على كل الفيروسات اللي احنا قلنا عليها دي؟ على المخلاوي مثلا ده؟ لا. تمام. طب امال فايدته ايه؟ احنا بندي دايما مصل ضد الفيروسات الخطيره. احنا عندنا انفلونزا A و B، دول من اخطر الفيروسات اللي بتسبب خطوره على الحياه، فاحنا بنهتم ان احنا ندي المصل. أثناء استثارة الجهاز المناعي لعمل أجسام مضادة ضد هذه الفيروسات، عندنا حاجة اسمها المناعة الغير اللي بنسميها نون سبيسيفيك أو الغير نوعية، اللي هي المناعة العامة. هذا المصل بيحفز الجهاز التنفسي أنه هو يصنع حاجة اسمها أجسام مضادة من كلاس A أو من مجموعة A. دي أجسام مضادة موضعية بتبطن الجهاز التنفسي وبتحمي من الاستقبال الأول للفيروس. فأنا استفدت هنا
ان عندي اجسام مناعيه تكونت ضد فيروس ايه اللي هو الانفلونزا الخطير ونشطت المناعه بتاعتي ضد بقيه الفيروسات. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو استاذ حسين لازم ياخد المصل بتاع المكورات الرئويه اللي هي بتسبب التهابات رئويه، لان التهاب الرئوي اللي هي مره في العمر في نوعين بقى، في مره في العمر طبعا هو مهم جدا ياخد مره في العمر، وبعدين نشوف بقى من نفحص تاريخه المرضي يعني لو عنده سكر ضغط حاجات تانية ممكن يحتاج كمان بعد المره في العمر ده في نوع تاني بيتاخد كل 5 سنين للتنشيط، لكن على الاقل ياخد اللي هو مره في العمر بتاع المكورات الرئويه. طب دكتور معانا اتصال من استاذ اسلام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ اسلام. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. اتفضل سؤالك للدكتور ياسر. دكتور ياسر اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. انا من ساعه الكورونا كده بقالي سنتين زور وجعني مش عايز يخف خالص. تمام. انا مش عارف فيها، رحت لدكتور بطنه اعطاني علاج برضه ما عملش حاجه، لدكتور انف واذن برضه ما عملش حاجه، فما فيش علاج نفع معايا خالص. يعني الوجع ده مستمر ولا بيروح ويجي؟ لا مستمر، ما بيسيبش زور، حاسس ان في على طول في حاجه واقفه في زوري مش عايز يخف. حاجه واقفه في زورك مش وجع؟ مش الم؟ مش عايز يخف خالص. وهل ده يعني اثناء البلع مثلا لو انت بتاكل او بتشرب بتحس بيه قوي؟ لا هو هو الواحد كده من غير اكل ولا حاجه هو زور وجعني ما بيخفش خالص. فانا مش عارف ايه يا دكتور. وهل بالفحص بقى حدش بيقول لك ان في احتقان في زورك او التهاب او مفيش اي حاجه؟ انا حتى دلوقتي كنت عامل عمليه في رجلي ماشي وكنت رايح تعبان، فخدت كميه مضاد حيوي وخدت حقن برضو مفيش حاجه نافعه خالص يعني معايا خالص نهائي. تمام. عندك اي سؤال يا دكتور؟ لا شكرا لاتصالك يا استاذ اسلام، والف سلامة لحضرتك يا فندم. طبعا هو يعني دي مشكله ممكن يبقى ليها اسباب كثيره جدا تتدرج بين التهابات فطرية وممكن تبقى مزمنة، الفطر بيعيش في المنطقة دي هو موجود طبيعي بس بيبقى فيه تجانس أو زي كده نوع من التوازن بينه وبين البكتيريا اللي موجودة، فلما البكتيريا بنموتها بالمضادات الحيوية الكتيرة بيبدأ هو ينشط ويسبب التهاب موضعي في منطقة الحلق بالذات، ودي مشهورة قوي عند الأطفال اللي بيسميها سراش، نلاقي كده بقهم بعد المضاد الحيوي وبعد الأدوار العنيفة ابتدى يحصل فيه التهابات بحاجات لونها ابيض كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يبقى عنده نوع من انواع الارتجاع. الحاجه الثالثه ممكن يكون حصل له خلل في المناعه بتاع منطقه الحلق نتيجه استعمال المضادات الحيويه الكتير. احنا عندنا بكتيريا نافعه عايشه في الامعاء، هذه البكتيريا مسؤوله عن تواصل مع الجهاز المناعي، لان نتيجه وجودها الجسم او الجهاز المناعي بيحصل له نوع من الاستثاره بيكون ما هو معروف بالبروبيوتكس والحاجات اللي هي الحاجات الموضعية أو الأجسام المناعية أو الأجسام المضادة الطبيعية اللي هي مش بتحمي بس المعدة اللي هو عايش فيها هذا الميكروب، لا دي بتطلع مع الدم وتبتدي تحمي أجهزة كتيرة جدا ومنها الجهاز التنفسي، وده سر خطير جدا في موضوع الحماية والمناعة، وبدأ العالم كله يهتم بيه في 10 سنين اللي فاتوا دول، إن إحنا لما بنموت البكتيريا النافعة احنا بنفقد جزء كبير قوي من المناعه. تخيلي حضرتك ان يجي لك عيان بقاله 3 اشهر عمال ياخد في مضادات حيويه، مره لسنانه ومره لزوره ومره لرجله، وبعدين ما حدش بيهتم يسال انت ايه المضاد الحيوي اللي خدته من اسبوعين ثلاثه قبل ما يوصف له مضاد حيوي تاني، ويشوف هل هو محتاج فعلا ولا لا، ومحتاج يغير الكلاس بتاع المضاد الحيوي ده ولا لا. قصه مضادات الحيويه دي قصه كبيره جدا طبعا. وبعدين يعني في مضادات حيويه قويه لكن احيانا ما بتوصلش للمكان، يعني مثلا التهاب مجرى البول ده له مضادات حيويه قويه جدا، ممكن الناس تاخدها كده تقول لك ده مضاد حيوي قوي اخده عشان عندي التهاب في صدري، هو ما بيوصلش اصلا للرئه. يعني ما بيوصلش، ما بيستفادش منه الرئه، ما بيستفادش منه. فبيضطر بقى يحصل على هذا تداعيات كثيره جدا، هو محتاج يتفحص كويس من دكتور بطنه يكون يعني فاهم هذه المنظومه، واحيانا ممكن نستعين بدكتور انف واذن برضو ونصلح له الحاجات اللي هي يعني اتلخبطت في جسمه بسبب المضادات الحيويه، لان كمان عندنا حاجه اسمها متلازمه ما بعد الكورونا بيحصل منها كان اعراض مش مفهومه بالظبط لحد دلوقتي، احنا لغايه دلوقتي ولسه ما اكتشفوش ايه اسبابها، يعني هي تحت الدراسه. طب دكتور ياسر معانا اتصال من استاذه نفين. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي استاذه نفين. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا ابني اصلا مريض حساسيه صدريه، هو دلوقتي كبير يعني شاب كبير، هو مريض حساسيه من وهو عنده 9 شهور، هو حضرتك عمل اجرى عمليه استئصال في الزلالي من الجيب الانفي الوجني،
في شهر 8 وحضرتك ابتدى بعد العملية طلع له حاجات يعني زي تجمعات دموية كده في سقف الحلق، بعد كده اختفت وابتدى يطلع زي حبوب صديدية كده هوت واتنطورت على منطقة اللوز، وكان في مخاط أخذ دور برد، الناس كتيرة قوي يعني دكاترة كتير قوي يتشال اللوز، بس هو كان الصديد ده على خده كمان وعمل منظار أنفي اللي هو بتاع الإشاعة، فطلع فيه صديد كمان في مناخيره، وهو دخل عملية اللوز قالوا حارس صدره ما تسمحش بالتخدير، أخذ مضادات حيوية كتير هو تحديدا من 17/9 الموضوع ده ومفيش فايدة، هي بس يعني كان في كمان مخاط أخضر بينزل مع بلغم كثيف جدا، هو أنا بديله جهاز الاستنشاق يعني محاليل الاستنشاق بدون ذكر أسمائها، حضرتك أنا مش عارفة إيه نوع البكتيريا اللي هي ممكن تطول كده شهرين أو 3 شهور مع وجود أدوار برد كتير يعني هو كان جاله كورونا من كذا شهر يعني هو عمره قد إيه دلوقتي؟ يا حضرتك أنا كنت كمان عملت تحاليل تمام هو بيسأل على سنه يا أستاذة نيفين قبل ما تقولي التحاليل اللي عملها الدكتور بيسأل على سنه 26 وكنت عملت كمان تحليل صورة دم كويسة بس هي فيها الباسوفيليا اللي هي بتاعت الهستامين عالية شوية وعملت ميكروب سباحي نيجاتيف مش بوزيتيف فأنا مش عارفة إيه نوع البكتيريا دي يعني أنا مش لاقية تفسير بصراحة يعني أخذ كورسات مضادات حيوية كتيرة جدا من بنسلين والحاجات كتيرة يعني من تمام. هي المادة الفعالة بتاعتها كلارسومايسين بدون ذكر أسماء يعني فما فيش فايدة يعني أنا أرجو الإفادة بس حضرتك أعرف الحالة إيه حاضر عندك حاضر. أي سؤال ليها دكتور هو بيدخن لا خالص تمام وجسمه كويس يعني مناعته بس حضرتك في تعرض لتدخين سلبي هل جسمه بنيانه كويس ولا يعني تعبان كده ضعيف ما بياكلش كويس لا هو في حالة هزال شوية كده ويعني بيحس طبعا بسخونة كتير وضعف في الجسم ضعف في المجهود يعني هو وزنه ضعيف يا أستاذة نيفين ولا لا تمام وزن عادي يعني تمام عندك أي سؤال تاني ليها دكتور؟ لا شكرا ألف سلام علي يا أستاذة نيفين وشكرا لاتصالك والدكتور هيجاوبك طبعا هو يعني مشكلة بتاعت منطقة الجيوب الأنفية بالذات لما بتعمل فيها عمليات بتبقى طبعا نتيجة وجود التهاب مزمن أو نتوءات أو لحمية فيها فبيبدأ الطبيب يعمل لها نوع من التنظيف واضح طبعا ان هو بعد ما حصل ده دخل بكتيريا أو حصل إصابة بالبكتيريا في مكان ما فعملت علامات بنسميها بؤرة صديدية من أشهر البؤر الصديدية اللي هي مكان يتجمع فيه صديد هو منطقة الجيوب الأنفية يبدأ من هنا ينتشر الميكروب بحاجات بسيطة أو في الدم ويبتدي يعمل خراريج في أماكن مختلفة منها سقف الحلق منها على جلد الوجه وأحيانا يخش الدم لو المناعة ضعيفة جدا ويوصل أماكن تانية بعيدة ودي حاجة بتبقى خطيرة وأحيانا على فكرة ينزلق للدورة الدموية الداخلية ويخش المخ يعني ربنا يحميه ويعافيه ما يحصلش حاجه زي كده باذن الله لكن يعني عشان احنا ربنا خلق لنا جهاز مناعي قوي يعني مش بسهوله يحصل مش بسهوله ان يحصل له ضعف خالص. او لكن هو مشاكله كلها هتبقى موضعيه الخطا هنا بقى الكلمه اللي بتتقال خد مضادات حيويه كتير بناء على ايه هي دي المشكله ان هو جاله ما هي بتقول يا دكتور معلش بيحصل له نزلات برد كتيره وكان حتى من كام شهر جاله كورونا وبرده في بتقول بيسخن وفي نزلات برد مستمره معاه احنا بقى بناخد انتي بايوتيك او مضاد حيوي في حاجات مهمه قوي في المضادات الحيويه هي الجرعه المناسبه من ناحيه التركيز المناسبه لمكان الاصابه يعني انا ممكن في مثلا زي ما قلت مثلا نفس المضاد الحيوي في مجرى البول احتاج اخد 250 ملي لكن في الرئه احتاج اخد 750 ملي تمام عشان في ناس بتقول لك في ناس تقول لك ده هدني فما خدتش قرصين خدت قرص او قللت الجرعه اللي الدكتور قال لي عليها دي حاجه الحاجه الثانيه الفتره الكافيه قد ايه 5 أيام 7 أيام أسبوع 10 أيام دي مش هيقدر حد يحددها للدكتور لأنها لا تعتمد على التحسن الإكلينيكي فقط في علامات أخرى لازم الدكتور يقول عليها إمتى لكن إحنا دلوقتي بقى قدام حالة اللي حصل زي ما بيقول بالزبط. أحيانا في منطقة الجيوب الأنفية بالذات بيبقى الإصابة مش بكتيريا بس بيبقى فيه فطريات وبتنمو بعنف شديد وبنفصلها دلوقتي
وموجوده منها فطر الاسبرجيلس وفطر الميوكر اللي هو الفطر الاسود اللي حصل اللي هو حصل له انتشار في كورونا برضه. وعلى فكره هو كان معروف زمان ان دي ما بتظهرش غير في الناس اللي مناعتها ضعيفه، لا بقت تظهر دلوقتي في الناس النورمال العاديين خالص العاديين فلازم يتاخد عينه من هذا الصديد وتتعمل لها التحاليل الكافيه، مزرعه بكتيريه، مزرعه فطريه وبطرق حديثه علشان خاطر نقدر نوصل لايه الميكروب اللي موجود قبل ما نخش في انتي بايوتيك تاني. ولما نقرر ونعرف الميكروب لازم ياخد فتره العلاج الكافيه لحددها الدكتور. تمام يا دكتور ياسر. طب نرجع تاني، وحضرتك ذكرت كذا مره في الحلقه على المضاد الحيوي، وبالذات برضو عايزين ننوه على الموضوع دوت ونعمل توعيه ان في ناس عندها مشاكل من المضاد الحيوي، يعني مش اي مضاد حيوي بيتاخد لاي شخص. لا يعني حتى طبعا. مثلا يقول لك انا والدتي كانت بتاخد المضاد الحيوي ده وخفت عليه، ما انت ممكن يبقى انت عندك حساسيه من المضاد الحيوي ده ما ينفعلكش. صحيح. فعايزين نتكلم في النقطه دي برضه يا دكتور. ده غير مش اي مضاد حيوي بيتاخد عشان ممكن يسبب مشاكل وحساسيه. ده غير ان في مجموعات من المضادات الحيويه المنتشره دلوقتي واللي بقت سهله جدا اللي بتعالج كورونا والمخلاوي والحاجات دي. دي المفروض انها فيروسات، اتفقنا انها ما بتعالجش مضادات حيويه، لكن في مضادات حيويه بنستعملها في البكتيريا مش مناسبه للسن الكبير مثلا، ممكن تعمل مشاكل في الجهاز العصبي بتاعهم. واحيانا ممكن تعمل مشاكل في الجهاز الحركي، يعني ممكن تاثر، ودي مجموعه على فكره على الحركه والمشي بتعمل التهابات في الـ في الـ في الاوتار بتاعه الرجلين. فدي طبعا يعني حاجات خطيره، يعني لازم الحقيقه تدرس بعنايه. احنا بنلاقي دلوقتي مثلا في التوصيات العالميه، الجمعيات العالميه كلها اللي مسؤوله عن عدوى الجهاز التنفسي كل شويه بتعمل ابحاث وتنزل توصيات جديده ايه المضادات الحيويه المناسبه بناء على هذه الابحاث. نلاقي مثلا الجمعيه البريطانيه والجمعيه الامريكيه والناس دول ما زالوا بيستعملوا، مش هنقول اسم تجاري، بس ماده الاموكساسيلين 500 في علاج الالتهاب الرئوي اللي هي دلوقتي عندنا ملبس. يعني اموكساسيلين ده تتحكي، يعني لو انت قلت لي باخد يا نهار ابيض انا مش هيعمل لك حاجه خالص، ما زالوا بيستعملوها في علاج الالتهاب الرئوي. شوفي بقى الى اي مدى احنا والمضادات الحيويه اللي احنا بنستعملها دلوقتي ما بقتش تنفع، حاطينها للحالات الشديده حرجة. الخطوره اللي بتخش الرعايه. يعني انا مش عايز اذكر اسامي بس يعني لا احنا ما ينفعش نذكر اسامي معلش. طبعا يعني المضادات حيويه المنتشره دي ويقول لك انا خدت العلبه اللي فيها خمس اقراص تركيز 500 على 5 ايام. ده مضاد حيوي قوي جدا، ده في حالات التهاب الرئه ما ينفعش في النزلات الشعبيه حتى البسيطه. فالحقيقه يعني انا متبني هذا الامر، بس يعني على مستوى الدكاتره والعامه بحاول في كل اللقاءات اللي بعملها ان انا انشر وعي وبفهم العيان. لو سمحتي حتى لو رحت للدكتور كنوع من الاميرجن او طوارئ فيها دكتور لسه مش متمرس قوي، ما تسمعش الكلام وتاخد مضاد حيوي الا اذا كان عندك هذه العلامات 1 2 3 4. انا بحاول اعلم عياني علشان خاطر الحقيقه عايز انشر الثقافه دي. طبعا الثقافه دي مهمه جدا، وبالذات فعلا يعني احنا بنشوف نماذج الدكتور اللي اخذ حقنه مضاد حيوي وسبب وفاه الاطفال اللي من بالظبط اللي ماتوا بالظبط بسبب ان كان جالهم دور برد نزلت الصيدليه اديتهم مضاد حيوي في الدم ماتوا. فهي بتبقى مشكله كبيره يعني. صحيح. وازمه. فالثقافه دي احنا لازم نغيرها. حضرتك لازم تنشرها لنا عشان قادر بإذن الله. ان احنا فعلا والاعلام عليه جزء. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور نرجع تاني لانتقال بقى العدوى الفيروسيه، وبالذات ان هي احنا شايفين المخلاوي وكورونا والكلام ده حصل له انتشار، يعني يعني مجرد بس شخص واحد بيتعدي كل الاسره بتتعدي. تمام تمام. بصي حضرتك، هو ما زال مجموعه الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي كلها تنتقل عن طريق الهواء، بنسميها ايربورن. ازاي؟ احنا الفيروس بيطلع بكميات كبيره جدا مع الرذاذ، والرذاذ ده مش شرط اكون كحيت او حتى عطست، بالعكس انا وانا بتكلم كده في رذاذ. تمام. هذا الرذاذ بينزل على المحيط اللي حواليا، ممكن ينزل دايركت على وش واحد بيتكلم قريب مني. تمام. انا باجي كانسان سليم، ايدي بحطها على الترابيزه دي عليها رذاذ من مريض، اجي امسح بيها مراخيري او بقي او عيني، لان الفيروس لا يستطيع ان يخترق الجلد، هو لازم يخترق الاغشيه الرقيقه اللي هي الاغشيه المخاطيه. في المنطقه الخارجيه عندنا الاغشيه المخاطيه موجوده في منطقه الفم والانف والعين. فانا طبعا ايدي مش نظيفه، قمت ماسك حاجه كلتها كطفل مثلا، اتملت فيروس، لان الترابيزه دي كان عليها فيروس من واحد قبل كده كان بيتكلم او كان بيعطس. الفيروس خلاص هيخترق الجهاز المخاطي ويخش على طول يسبب الاصابه. دي اللي بنسميها العدوى عن طريق الهواء. الهواء. فطبعا دي اشهر حاجه فيها، او يعني طريقه الوقايه منها، اولا ان انا احاول
احنا استفدنا يعني اتعلمنا درس كويس قوي ايام الكورونا ونسيناه, ان احنا نغسل ايدينا كتير ونعقمها كتير, ونحاول ما نجيبش طول ما احنا بره البيت ايدينا ناحيه عينينا او الانف او الفم, ونعلم اطفالنا هذا, ونحاول الماسك برضو ما زال له دوره مهم, مش عشان الكورونا, علشان خاطر عشان الحاجات بقيه الفيروسات التانية. بالظبط, لما نحس ان الدنيا هاديه مش هنعذب نفسنا, مفيش مشاكل, لكن لما نحس ان فصل بحاله يجي طفل يعطس فصله كله تاني يوم يبقى اجازه, يبقى انا لازم انشر وعي ان الطلبه دول يلبسوا الماسك. ومش بس كده يا دكتور, يعني الطفل العيان او الطفل السخن الام تخاف مش على الناس المحيطين, تخاف على طفلها, ما هو بيبقى عنده سخونه, ما بيبقاش جسمه مقصر, ما بيبقاش قادر ينزل. تمام, فالنقطه دي مهمه جدا. طب دكتور احنا عايزين نتكلم في النقطه دي, بس ناخد اتصال من استاذه ماجده. الو يا استاذه ماجده. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحتي بس عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. انا عندي كحه ببلغم اللي هي حوالي 3 اسابيع, ما فيش سخونيه ولا فيها اي حاجه, وانا عندي 65 سنه, فالبلغم بيزيد الصبح وبالليل والبلغم اخضر وتقيل, فجيت رحت للدكتور فكتب لي حاجه للبلغم وقال لي لا صدرك الرئه كويسه ما فيهاش حاجه وده دور برد خفيف, كتب لي حاجه للبلغم وكتب لي بخاختين عن طريق الفم كده باخدهم كل 12 ساعه وحاجه كبسول للبلغم كل 12 ساعه, بس ما زالت الكحه لسه موجوده والبلغم لسه موجود رغم ان انا اخده تطعيم الانفلونزا. في احتقان في الانف عند حضرتك او انا عندي حساسيه في الانف, واليومين دول فيها مخاط بينزل كده على زورك من ورا من خلف الانف. ايوه تمام تمام. وخدتي اي علاج حاليا لحساسيه الانف دي؟ باخد حبايه بالليل اللي هي قبل النوم دي حساسيه. تمام. عندنا سكر او ضغط؟ لا 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 مفيش حاجه الحمد لله. والبلغم بيبقى اخضر الصبح وبيفتح بقيه اليوم ولا طول اليوم؟ لا ما بيفتحش. طول اليوم ملون. طول اليوم. تمام. فانا لما رحت له قلت له هل في مضاد حيوي ولا حاجه, قال لي لا ده حاله بسيطه مش لازم مضادات حيويه بس خدي سوائل كتير بس. تمام حاضر ان شاء الله خير. ألف سلامة لحضرتك أستاذة ماجدة. عندك سؤال تاني؟ شكرا لاتصالك يا فندم. اتفضل. طبعا هو واضح ان هي عندها حساسية في الصدر كمان لأنه كتب لها بخاخات للصدر. بالظبط. الحقيقة ال 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 يعني الجهاز التنفسي, أنا دايما أقول كده الجهاز التنفسي واحد يبدأ من الأنف ينتهي بالرئتين, احنا مقسمينه عشان أكل العيش بس. أيوة اللي هو صدرية. لكن احنا لو ما تعاوناش ان احنا نعالج أي خلل فوق وتحت فوق تحت العين ما بيتحسنش. فطبعا الجيوب الانفيه وهي عندها حساسيه ذكرت هذا وعندها افرازات خلف الانف, دي من الحاجات المهمه قوي ان احنا نعالجها كويس. تمام. علشان خاطر ده ما يتطورش او الاعراض ما تطولش. التنفس الطبيعي يبدا من الانف, فالانف اذا احتقنت واتقفلت وهي نايمه فبتتنفس من بقها, بتفقد عمليه التدفئه والتعقيم والفلتره اللي بتحصل للهواء وهو داخل, فبيخش الهواء زي ما بيقول بعبله كده على الرئه, فطبعا ده بيسبب التهابات وبيسبب حساسيه. فمهم قوي نروح لدكتور انف واذن, علاج حساسيه الانف ما بيبقاش بقرص حساسيه, بالعكس احيانا قرص الحساسيه ما بيبقاش له دور, مش كل الاعراض بتحتاج قرص حساسيه, ممكن تبقى محتاجه انواع من الغسول الملحي للانف, انواع من البخاخات الموضعيه لتقليل الافرازات. تمام. لان القصه مش قصه ايه برضو عشان الناس برضو ما فيش حاجه اسمها افرازات من الانف تنزل جوه الرئه, دي مش هتحصل, لكن هو الاستثاره وعدم التنفس الطبيعي من الانف بيخلي الرئه تفرز اكتر, فده من الحاجات المهمه قوي ان احنا نعالجها, نعالج اذا كان في اضطراب او ارتجاع في المريء لان ده برضو بيسبب زياده في افرازات الجيوب الانفيه. وبعدين الحقيقه بقى بعد ما نعمل الحاجات دي كلها ونشرب سوائل كتير قوي, لان احنا البلغم الاخضر ده معناه ان في بكتيريا. بالظبط. بس هذه البكتيريا ممكن ما تبقاش مرضيه لان ما عندهاش حراره, الحاله ثابته الى حد ما. بالظبط. لكن يمكن هي جسمها مش قادر يقاوم انه يقضي عليها, بس الاول احس الاضطراب اللي موجود في الجهاز التنفسي من ناحيه حساسيه الجيوب الانفيه واعيد تقييم الموقف بعد 3-4 ايام. اذا فضلت الافرازات ملونه طول الوقت وكتيره وسميكه بتحتاج مضاد حيوي بسيط جدا. تمام. لفتره معينه بتعالج خالص الحكايه دي يعني. دي برضو لازم عن طريق الطبيب, وانا انصحها تروح لدكتور انف واذن الاول. طب دكتور ياسر معانا اتصال من استاذ عفاف. الو. الو. سؤالك يا استاذ عفاف. انا بسال عشان جوزي كانت جات له كورونا مرتين يعني. اهلا وسهلا. فهو دلوقتي على طول عنده برد, مناخيره على طول مسدوده يعني بتطلع على طول. مكتومه ولا فيها افرازات؟ مكتومه ولا فيها افرازات؟
لا مكتومة، ما بيقدرش ياخد نفسه وما بيعرفش ينام بالليل. تمام. هو بيدخن؟ هو كان مشي مع دكتور فترة وعطاله ايه اللي هي البخاخة اللي هو بيستنشقها دي. استنشاق. تمام. لما بياخدها بيرتاح ويعرف ينام لو قعد، بس هو بقى من النوع اللي هو بيرضاش ياخدها على طول، اول ما بيرتاح مثلا خفى عايز ياخدها تاني. بخاخة صدر يعني بيستنشقها عن طريق الفم ولا في الانف؟ هي استنشاق. تمام. عندك اي سؤال؟ هو دلوقتي الدكتور كان طالب منه اشعه مقطعيه، عملنا له اشعه. فقال ان هو عنده حساسيه يعني ايه على الصدر، من الكورونا عملت له اثار حساسيه على الصدر. طيب هو مدخن؟ هو كان مدخن بس بطل من حوالي سنه. تمام. بيدخن بس بطل من حوالي سنه. طب كويس. حاضر. عندك اي سؤال يا دكتور؟ بس البرد عندي يا دكتور لما بيجي بيبقى تعبان جدا وبياخد طبعا الجلسات اللي هي الجلسات بتاعت كل ده حصل بعد الكورونا مش كده؟ كل ده حصل بعد الكورونا. هو ده كله حصل بعد الكورونا، اما جات له مرتين متكررين ورا بعض حصل بعديها على طول. تمام. حاضر. الف سلام عليك يا استاذ عفيف وشكرا لاتصالك. ميرسي لحضرتك. هو يعني احد التوابع اللي انا بسميها توابع بسيطه. ايوه. ان العيان بعد ما بيخف من الكورونا بالذات لما يحصل يعني اصابه في نسيج الرئه وتكون جامده بيجي لهم نوع من حساسيه الصدر بالذات لو كانوا مدخنين، بيتحول الى مريض شبه مريض الربو كده. فطبعا ده محتاج يتفحص كويس. وبعدين قالت جمله في الاول خالص انه عنده برد على طول. دي يعني جمله يعني مشهوره قوي، يقول لك انا عندي برد على طول. يعني ايه؟ يعني مراخيري مسدوده على طول يا دكتور طول السنه او معظم السنه. ده مش برد، دي حساسيه جيوب انفيه. صح. تمام. ليها علاج مختلف. وعلى فكره كتير من دول بقى اللي عندهم برد على طول دول كل اسبوع 10 ايام كده يعدي على الصيدليه ياخد مضاد حيوي. تمام. وبالذات لما مناخيره يعني بيبقى فيها انسداد تماما. بيعملوا الحركه دي يا دكتور. فهو دلوقتي ماشي على بخاخات لصدره وسواء بياخدها بمزاجه. فطبعا عشان خاطر يخف تماما من هذا الحساسيه الشعبيه لازم ياخد البخاخات بانتظام لحد الدكتور ما يقول له وقفها اذا كان ينفع يوقفها. ولازم يعالج الانف لان لو فضلت مراخيره مسدوده صدره مش هتحسن ابدا. فاحنا محتاجين هنا نروح لدكتور انف واذن كويس يعالج حساسيه الجيوب الانفيه اللي موجوده دي. ولازم نمشي على علاج دكتور الصدر اللي هو قاله بانتظام، ولما يقوله تعالى بعد شهر او بعد 6 اسابيع يروح هو اللي هيقلل البخاخات، لكن هو ما ينفعش يقلل البخاخات من نفسه. بالظبط. عشان في انواع يا دكتور ما بينفعش انها تتقلل مره. لكن هو الحساسيه الشعبيه اللي حصلت بعد ادوار الفيروسيه بالذات الكورونا دي ممكن تنتهي، يعني ممكن تخف لو العيان خد باله وخد كورس كويس على بعضه، وممكن تتحول لحساسيه موسميه يعني يتعب في تغيير الفصول كده اسبوعين ثلاثه وبعدين يتحسن بعد كده، مش زي الربو اللي هو بيبقى معاه من هو صغير وكده. طب فيروس المخلاوي يا دكتور احنا كنا بنتكلم بنقول الفتره اللي فاتت ديت بنسمع عن حالات كتيره جدا اطفال بيجي لها سخونه، وحتى الام تقول انا ابني حصل له سخونه 3-4 ايام بس عشان الامتحانات وكده فبتنزله المدرسه. يجي الولد يشتكي ان هو مش عارف، مش مركز طبعا في الامتحان ولا مركز في الدراسه وجاي جسمه مكسر. دايما الام بتبقى قلقانه يا ترى جسمه مكسر بسبب الفيروس اللي هو واخده ولا بسبب السخونه. وبرده ازاي نقدر نقول السخونه يبقى المفروض في راحه تامه ولا ايه، او ايه الاتباع ان هي الام تقدر تعمله عشان تحافظ على الطفل بتاعها. تمام. بص حضرتك طبعا قصه السخونه دي يعني دي علامه مهمه جدا ان في معركه داخل الجسم. يعني هو السخونه دي بتحصل ليه؟ اللي بيسخن الجسم احنا عندنا ربنا خلينا مركز اسمه مركز تنظيم الحراره موجود في جذع المخ. هذا المركز مهمته انه يخلي حرارتنا احنا يعني الجنس البشري 37 درجه. تمام. لما بيحصل ميكروب يخش جوه الجسم بيبدا الجهاز المناعي يحارب هذا الميكروب، تنشا معركه. هذه المعركه بيطلع مواد اسمها البايروجينز، هذه البايروجينز بتعلي درجه الحراره. طب هل ده له فايده؟ له فايده ان هو ارتفاع درجه الحراره ده بيبقى زي بالظبط ايه اعلان حاله الطوارئ جوه الجسم. الشرايين بتفتح، الدم بيتدفق بما فيه من خلايا مناعيه، يبدا يصنع اكتر اجسام مضاده للفيروس اللي موجود. فاذا احنا في مرحله حرب. تمام. انا عايز ادي جسمي فرصه ان هو يعني ينجح في القضاء على الميكروب، فلازم اريحه. فطول ما انا سخن ما ينفعش انا احمل على جسمي وعضلاتي مشي وحركه ومجهود ومخي يقعد يفكر وعايز يركز مع المدرس، اولا مش هيستطيع يركز تماما. تمام. وكل اللي هيحصل للولد ده ان هو بدل ما كان هيخف في 3 ايام هيخف في اسبوع 10 ايام.
عرضة لحصول مضاعفات زي الالتهاب الرئوي والبكتيريا تخش بعد الفيروس لأنه ما اداش فرصة لمناعته. والحاجة الثالثة بقى والأخطر إنه هو هيعدي بقية الفصل بما فيهم المدرسة ويمكن النظرة. دي حقيقة علشان الدور اللي منتشر يا دكتور للأسف يعني خلى فيه فصول بالكامل للأسف إنها بيحصل لها. الراحة دي نمرة واحد في العلاج الحقيقي. طب دكتور احنا عايزين بقى الفيروسات والبكتيريا للناس اللي عندها أمراض مزمنة إزاي نقدر نحافظ عليهم يا ترى؟ بس بالتغذية بتقوية المناعة بإيه بالظبط؟ وبالذات إن الأشخاص دول بيبقى عندهم ضعف في المناعة عشان كده عندهم الحساسية مستمرة. تمام. هو طبعا احنا عندنا الجهاز المناعي ده في الجسم معقد جدا، وطبعا الاماكن العرضه او اللي احنا بنسميها يعني مفتوحه على الشارع زي الجهاز التنفسي العلوي والسفلي دول بيبقى ليهم اهتمام اكتر ربنا سبحانه وتعالى خلق لهم يعني منظومه بديعه في الدفاع عنهم. تبدا من الخلايا او الانسجه اللي بنسميها الانسجه اللي هي مبطنه لجدر الشعب والانف، ودي بيبقى عليها اهداب. الأهداب دي بتبقى عاملة زي المقشات ومبطنة من فوق بطبقة رقيقة. هذه الطبقة فايدتها أن أي بكتيريا أو ميكروب يخش يلزق عليها، والأهداب دي بتبقى زي المكنسة بتبقى ناحية الفم تطرد هذه البكتيريا أو هذا الإفراز بما عليه من بكتيريا وفيروس علشان الجسم بعد كده يتخلص منه إذا كان بالبلع وينزل المعدة ويقدر المعدة فيها حامض فتموتهم. هذا النظام البديع بيختل تمام بقلة النوم، بيختل بقلة التغذية، بيختل بنقص عناصر مهمة جدا أهمها فيتامين سي وفيتامين إيه. تمام. هذه العناصر بنقول الفيتامين سي ده مهم جدا للإنتجريتي. يعني إيه الإنتجريتي؟ يعني المحافظة على تركيب الغشاء المخاطي سليم ما يتقطعش ما يبقاش فيه ثقوب. تمام. ودايما مشهور جدا كان زمان في امراض نقص المناعه نتيجه نقص الفيتامينات، يعني نقص فيتامين سي ده دلوقتي عشان الفيتامين موجود في كل حته ما بقاش نشوف الحاجات والناس دي. الناس بتاخده كده على طول كده ده بيبقى عندنا مشكله من السميه منه بالظبط من كتر ما هو الناس بتاخده صحيح. على طول. لكن احنا عندنا حاجات طبيعيه ربنا خلقها لنا، يعني دايما حتى تلاقي فصل الشتاء أيوة. دايما في الموالح الجوافه والبرتقال والتفاح والليمون ده لازم يبقى في اكلنا اليومي بالذات في الاطفال. الجزر والفلفل الالوان اغنيه جدا في فيتامين اي، ده اسمه فيتامين مضاد الاكسده. ايه حكايه الاكسده دي؟ احنا لما بيحصل الحرب اللي قلنا عليها دي ما بين الميكروب والجسم بيطلع مواد مؤكسده علشان تساعد الجسم انه يقضي على الميكروب. هذه المواد ضاره على النسيج الطبيعي للجسم، فندي مادي انتي اوكسيدنتس في الاكل بتاعي انا بساعد الجسم انه يكنس فضلات هذه الحرب بسرعه قبل ما تسبب لي ضرر. فاذا الاكل المتوازن اللي غني بالخضروات والفواكه مهم جدا في الحفاظ على المناعة، والنوم والرياضة.